طب لو سألت حضرتك عن البالون دور، هي كان سؤال لازم يعني يجي في ذهني الحقيقه دلوقتي، عن محمد صلاح وجائزه البالون دور، وكلام كتير عن محمد صلاح حقيقه كممثل للشعوب العربيه كلها، وان هو احقيته في الحصول على الجائزه دي، وان ازاي الجائزه دي بيبقى ليها ترتيبات اخرى وحسابات اخرى، قول لي وجهه نظرك فيها ايه؟ والله أنا أستطيع أن أقول بأن هناك معايير ومقاييس غير مفهومة في اختيار من يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم. أنا من منظوري الشخصي وبعيدا عن العاطفة، محمد صلاح يستحق أن ينال هذه الجائزة. أنا لا أفهم، هل هناك معايير محددة وهل هناك حسابات معينة هي التي تهمش مثل محمد صلاح وتقطع عليه الطريق حتى لا يفوز بهذه الجائزة، وكأن هذه الجائزة محسوم في أمرها وأنه لا يجب أن يفوز بها أي لاعب عربي. لذلك أتمنى أن تتحرك مكونات كرة القدم العربية والإفريقية، أن تتحرك من أجل أن تضغط بوسائلها المشروعة حتى يعاد النظر في هذه المقاييس وفي هذه المعايير، حتى يكون هناك نوع من الإنصاف. فالرياضة هي تنبني على تكافؤ الفرص، وأعتقد بأن جائزة بهذه القيمة وبهذه المكانة وبهذا الوزن يجب أن تستند على معايير ومقاييس منصفة تتماهى مع قيم الرياضة. فالرياضة هي تتأسس على قيم تكافؤ الفرص وعدم التمييز، ولذلك أعتقد بأن نحن أولا كإعلاميين وأيضا على المسؤولين في جميع مواقع المسؤولية في الاتحادات العربية عليهم أن يضغطوا وأن يقوموا بالخطوات الضرورية حتى يعاد النظر في هذه المقاييس، لأن مفهوم. بكل تأكيد مقاييس ظالمة.